الراجل والست ايد واحدة مفيش واحد فيهم دوره اهم من التاني كل واحد ليه دور وليه رسالة واحنا في برنامجنا ضد الرجالة عفوا اشباه الرجال بنعرض معاناة الستات مع اشباه الرجال تابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة <applause> حلقة النهاردة حلقة ساخنة جداً مشكله تقريبا نص المجتمع بيعاني منها وهو الشخصيه النرجسيه او الراجل النرجسي بالاصح ايه هو تعريف في البدايه كده عايزين نعرف ايه هو الراجل النرجسي بيبقى شكله عامل ازاي النرجسيه عموما هي الافراط في حب الذات النرجسي اناني بدرجه امتياز وده بيخليه بيهتم بمظهره الخارجي جدا وبيخليه دايما بيفخم من اهميته ومن قدراته وبيبقى مقتنع دايما ان هو محور الكون ومفيش اي حد تاني رايه مهم غيره طيب عايزين نعرف ازاي لو انا مرتبطه بواحد نرجسي اعرفه او ازاي ان انا او المراحل اللي بتمر بيها الضحيه زي ما بنقول مع النرجسي النرجسي هو عباره عن شيطان في هيئه انسان اختار ان هو يكون ليه دور الشر مش دور الخير في المجتمع وده بارادته وده لان بيتحكم فيه الانانيه المفرطه المراحل اللي, اللي بتمر بيها الضحيه او الست مع الشخصيه النرجسيه او الراجل النرجسي بتكون كالتالي اول حاجه الافتنان الافتنان بمعنى ايه ان هي بتكون مفتونة ومغرمة بتصرفاته بشكله بمظهره بمستواه الاجتماعي بصيته بطريقته بأسلوبه بكلامه المعسول باهتمامه اهتمامه بنفسه اهتمامه باللي حواليه كمان النرجسي في فترة الافتنان دي بيحاول يفتن الست او الضحية بتاعته بكل الطرق الممكنة بي بيخليها يرسخ في دماغها ان هو الشخص المثالي في المجتمع رقم اتنين التربص النرجسي بيتربص للست اللي هو عايز يدخل حياتها ويمتلكها بانه بيحوطها من كل الاتجاهات كل الاتجاهات وكل الاماكن وكل المعتقدات بتاعتها لدرجه انه هو بيفضل ي يعني ان هو ايه يتسرب لمخها في الثوابت بتاعتها والقيم والمبادئ والنجاحات بتاعتها وي ويحاول يمحيها ويحط مكانها الفكر بتاعه هو لدرجه ان هو اول حاجه بيلحقها بالاتصالات اهتمام مكالمات مقابلات يعرف هي بتحب ايه ويعمله يعرف هي بتحب الاهتمام ازاي ويهتم بيها بالطريقه اللي هي بتحبها لدرجه ان بيسيطر عليها كاملا تالت حاجه الارتياب ودي المرحلة اللي النرجسي فيها بيبدأ يلغبط الضحية او يخليها متخبطة بمعنى ايه بقى حضرتك ان انت بتبدأي يحصل لك بين التصرفات والافعال تصرفاته عكس كلامه الكلام والوعود والاماني اللي كان بيمنيكي بيها ان هو هيحققها لك انت في اللحظه دي بتبقي مستنيه ان انت توصلي للي انت عايزاه من العلاقه دي او المكاسب اللي عايزه تحققيها او الوعود اللي وعدك بيها ويبقى عندك تخبط هو انا في حاجه غلط تبدا تسالي نفسك هو في حاجه غلط هو متغير عشان انا ضايقته هو تبداي هنا يحصل لك لخبطه في ذاتك انت وفي تفكيرك وتحس ان الغلط منك مش منه النرجسي في مرحله الارتياب دي بيبقى آه بيحاول ان هو آه يخليكي متلخبطه بين قيمك ومبادئك ومش بقيتيش قادره تفهمي انت الصح او انت الغلط بي بيمر معاكي بمرحله صمت اهتمام وتخلي قرب وهجر تعلق ونبذ اشعار بالذنب ومسامحة، وغفران وكمان بيخليكي يديكي احساس شويه تعاطف وشويه ذل وتضخيم للامور لدرجه ان انت بتوصلي ان انت انا الغلطانه لازم يقنعك ان انت الغلطانه في كل موقف لازم يقنعك ان انت اللي لازم تعتذري نيجي بقى للمرحله الرابعه وهي اخطر مرحله اللي هي الغرور بالاماني وبيسموها في علم النفس مرحله الغرز مرحلة ان انتي بتغرسي كأنك ماشية في بحر الرمال متحركة عمالة بتغرسي بتغرسي فيها ودي اخطر مرحلة علماء النفس قالوا عليها هنا بتوصلي لمرحلة ان انتي خايفة من الفقد ومن الهجر ومن الفقدان للنرجسي ومن البعد عنه ومش قادرة تسيطري على المخاوف بتاعتك لانه غرق بكل الاماني اللي انتي كنتي بتحلمي بيها وبقيتي وصلتي لمرحله ان ما عندكش استقلال مادي ولا استقلال نفسي وشخصيتك ضعفت جدا في مرحله الغرس دي اصعب حاجه كمان بيعملها النرجسي ان هو بيحاول يدمر كل علاقتك بالناس اللي حواليكي ابوك وامك وأهل واهلك وصحابك وكمان علاقاتك في الشغل علشان لما تتعبي او او تحتاجي حاجه ما تلاقيش اللي هو الوحيد الاوحد اللي تقدري تلجئي فبيخلق منك انسانه ضعيفه وحيده مالكيش غيره فبتوصلي في مرحله الغرس ان انت خايفه تفقديه خايفه من الهجر خايفه من لوم الناس النرجسي كمان بيعمل حاجه خطيره قوي ان هو بيخلى استقلالك المادي من خلاله لان دي حاجات بتضعف النرجسي النرجسي دايما بيلعب على الشخصيه الضعيفه مش الشخصيه القويه عشان يقدر يسيطر عليها علماء النفس قالوا ان كل اللي كانوا على علاقه بنرجسي مروا بكل المراحل دي مع اختلاف واحد طول كل مرحله حسب ادراك الضحيه او البنت او الست تلك الشخصيه هنا بيقولوا مرحله الغرس اللي اصعب مرحله لان الست هنا محتاجه قوه دفع فولاذيه عشان تقدر تتخطى المرحله دي وتخرج منها وتبني ذاتها من اول وجديد وتقدر ان هي تتعافى من سيطره النرجسي عليها وبالتالي هي هنا بتبدا من الصفر وتبدا من مرحله زي ما بيقولوا العره بتبقى منها للطل ظهرها عريان لان هي هو صنع منها انسانة وحيدة وهو الاوحد في حياتها دي كانت حلقتنا النهاردة مع الشخصية النرجسية وازاي بيقدر يسيطر على الشخص اللي معاه او الضحية اللي معاه استنوني في الحلقة الجاية وهقول لكم ازاي تتخلصي علاقتك مع الرجل النرجسي ما تنسوش اللايك والشير وهستناكم الحلقه الجايه وتابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي.